طبعا نيجي لأرخم نقطة في الانترفيو، بتلاقي معظم الوظائف حتى وهي موجودة مش بيكتب لك الايه المرتب المتوقع، فانت بتروح بقى ايه ونصيبك وشطارتك. والشطارة مع الاتش ار اهم، خد مني وخد عن تجربة كتيرة يعني، وخد عن ناس كتيرة حواليا يعني. الشطارة مع الاتش ار اهم من الشطارة مع المدير بتاع السيفت انت بتتعامل مع انترفيو. تمام، لازم تاخد حقك وتبقى مبسوط ومرتاح عشان تقدر تأدي شغلك يعني. بس طبعا ده مش سبب ان انت حتى لو كده ما تأديش شغلك يعني، بس انا بقولك عشان يبقى ليك نفس اصلا وانت شغال. المرتب المتوقع الطبيعي، الطبيعي كبروفيشنال يقول لك المرتب المتوقع بتاع شركتنا كده، هو ما بيقولش، هو بيجي هناك بقى بيسألك بقى، بيقعد يفزلك عليك بقى، هو انت بتاخد كام في الشركة اللي كنت شغال فيها يا باشمهندس؟ الطبيعي انك تقول له انت مال الحاجة الوالدة يعني، انت مالك؟ بس طبعا ما ينفعش تقول كده يعني. بص، رد كويس يعني، رد قول له ان ديت مثلا من حاجات كده بولس تبع الشركه اللي انا شغال فيها، ما ينفعش المرتب يطلع بره، ما ينفعش اقول المرتب، من اسرار الشركه يعني، من اسرار الشغل، ما ينفعش اقول الكلام ده يعني، والحاجات دي معلومات سريه. او قول له والله انت حضرتك ممكن تقول لي ايه البادجت بتاعكم، او لحد كام السالري المتوقع عندكم كام، وانا هشوف مناسب مع شغلي وخبرتي والكلام ده كله ولا لا. او لو اصر اضرب مرتبك اللي انت بتاخده في مرتين على الاقل. بس خد في بالك ونقطة مهمة، اوعى بس تفكر في حوار المرتب، فكر كمان في الحاجات اللي حواليه، الترانسبورتيشن، اكوموديشن، الفاسيلتيز بتاعتك، الاكل والشرب، الحاجات دي كلها عليهم عليك، ولو شغل بره التذاكر، الاقامة، السكن، كل ده فكر في، كل ده فلوس يعني، كل ده في الاول وفي الاخر بيترجم لفلوس. كام ساعة الشغل عندك، الاوفر تايم بفلوس ولا من غير فلوس، الساعة اوفر تايم بكام ساعة، وهكذا ايام الاجازات. بص، هو يعني الشطاره مع الاتش ار زي ما قلت اهم او لا تقل اهميه عن شطارتك في الانترفيو مع مدير السيفتي او مدير الشركه. ماشي، نقطه مهمه جدا يعني. بس ربنا يوفق الجميع، عشان بس الناس كل شويه، طب انا سيفتي اوفيسر، انا سيفتي بكام؟ المرتب ملوش علاقه، المرتب دايما بيعتمد على الشطاره ورينج الشركات او رينج مرتبات في الشركه انت هتروحها، او الموقع انت هتروحه، طبيعه الشركه، عملها، شغلها، ايام اجازتها، المجال نفسه انت شغال فيه، كذا حاجه بتحدد المرتب يعني، ما فيش حاجه اسمها ثابته يعني. بس حاليا في الايام دي، كسيفت اوفيسر في مصر ما تقلش عن 10,000 جنيه، لسه سنه ولا سنتين خبره ما تقلش عن 10,000 جنيه، سينيور 3 4 سنين خبره مش اقل من 15,000 جنيه، سوبرفايزر 7 8 سنين خبره مش اقل من 20 25,000 جنيه، السيفت مانجر مش اقل من 30 35,000 جنيه يعني. المفروض الناس تحس بالناس، بس ما علينا، يلا ربنا يوفق الجميع. شكرا.